تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي في الثالث من شهر ديسمبر من كل عام الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن مملكة البحرين تولي اهتماما بالغا بالارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي العزيمة وصون حقوقهم لضمان توفير الحماية الشاملة لهم والتمتع بمساواة حقيقية مع أقرانهم في المجتمع، مؤكدا أن ما تحقق من إنجازات لفئة ذوي العزيمة في المملكة يأتي كأحد ملامح المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى ودعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وقال حميدان إن العمل جار على تحديث الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لذوي العزيمة للأعوام 2021 حتى 2026 لمواصلة تنفيذ المزيد من المشاريع والبرامج الداعمة لحقوقهم. وأكد حميدان أن مملكة البحرين بمختلف قطاعاتها الحكومية والخاصة والأهلية تحرص على النهوض بفئة الأشخاص ذوي العزيمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى استمرار تطبيق مشروعات الشراكة المجتمعية الخاصة بذوي العزيمة مع مؤسسات الدولة المختلفة بالتعاون العديد من الجهات الحكومية والخاصة المؤمنة بأهمية مسؤولياتها الاجتماعية تجاه هذه الفئة المهمة في المجتمع. هذا وتؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن مملكة البحرين تبرهن دوما على اهتمامها بصون حقوق المواطنين من ضمنهم الأشخاص ذوي العزيمة، وسوف تستمر في مساعيها نحو الارتقاء بأوضاع هذه الفئة العزيزة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل الجهود الوطنية الصادقة.